أخبار الكريبتو لهذا الأسبوع. تظهر البيانات أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون عملات بيتكوين وإيثيريوم كاملة قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق منذ سنوات. سام بانكمان فرايد تشيكن يبدأ بجولة اعتذار لتحسين سمعته، ولا يبدو عليه أنه يشعر بالندم، إذ أن التحقيقات لا زالت مستمرة ولم يتم اتهامه بأي شيء بعد. شيم. وبالحديث عن الطمع، أبل تقيد خدمات الـ NFTs على تطبيق محفظة كوين بيس لكي تتمكن من تحصيل 30% من رسوم الغاز كعمولة لها. منصة ريدت تحطم الرقم القياسي لعدد الـ NFTs التي تم إصدارها في يوم واحد، 255,000 NFT. حملة كوين مينا جول بمناسبة كأس العالم ما زالت مستمرة، ونقدم لكم مسابقات نهاية العام. 1 إيثيريوم مكافأة لفائزين محظوظين. تفعيل ميزة التداول وسحب الأموال من دون رسوم مدى الحياة لفائزين آخرين. والحصول على هدايا تحمل شعار كوين مينا. انتهت الأخبار.